اوكي يا جماعه النهارده معانا جي تي اي الحلوك عيرك. النهارده مفجر باكجات زي ما انتم شايفين كده، مش هنت في اللعبه ب 360 دولار، كل عمله منها بدولار، يعني كده شحن ب 363 دولار. كان معايا 400 بس انا صرفت منهم 65 دولار، جبت الباكج دي بتديني 1,100,000، وبرده صرفت منها في البرايم. تعال بقى نخلص الفلوس اللي باقيه معانا عشان لو كده ممكن نشحنه تاني بعدين. هو انا مش عارف ليه انا عندي 3 نجوم تحت هنا، دول ايه دول؟ هو انا مطلوب لي العداله يا جدعان؟ يعني باشا يا جدعان لو عايزين تلعبوا الحلوك عيرك معايا هتلاقينا حاطط اللينك في الديسكربشن او التعليقات او البايو في التيك توك وتعليقات التيك توك برده. ماشي، هتخش على اللينك اللي موجود هنا كده اول حاجه، واول ما تخش اهم حاجه تاكد ان انت دايس على سيرفر 2، ده انجلش 2 انجلترا 2. تكتب هنا الاسم بتاعك وهنا الاسم التاني، لازم يكون نفس الاسم بتاعك بالظبط عشان دي حياه واقعيه، لازم تكون نفس الاسم. ماشي، هتكتب هنا الايميل بتاعك وهنا الباسورد بتاعك وتقول له اي ام نوت ريبوت. بعد كده هتقول له داونلود، هيحمل حاجه كده في حدود 400 ميجا حاجه زي كده. ماشي، بعد ما يحمل هتيجي هنا وهتدوس على اللي حمله اللي هو ده الملف ده، بعد ما تدوس عليه تفتحه كده، بعد كده تقول له نيكست 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 نيكست، تصطيب عادي بتاعنا زي اي تصطيب اي ملف. بعد كده يفتح لك الصفحه دي، هتدوس سيرفر 2 وهتدوس بلاي. ماشي، بعد ما تدوس بلاي هيفتح لك الصفحه دي، هيفضل يحمل كده. لازم تختار سيرفر 2 يا جدعان، لازم تختار سيرفر 2 وتدوس بلاي، هيحمل كام ملف كده، بعد كده يدخلك على اللعبه على طول زي كده. تدوس يس ديلو برميشن وهتسيبه يفتح زي ما بيفتح اللعبه عادي. اوكي ماشي، هتفتح اللعبه كده قدامك، هتدوس سبيس وهتسجل الاكونت اللي انت سجلت بيه بره في الاول خالص. بعد كده تقول له انا عايز انزل في الهوتل، هتلاقي نفسك هنا في الغرفه. هتطلع من الغرفه تروح عند الاسانسير كده، هتدوس تقول له وديني عند اللوبي. بعد ما تقول له وديني عند اللوبي هتنزل كده، هتلاقي المدام دي، تقول لها مزمزيل ممكن تدخليني عيله سرحه؟ هتقول لها اول واحده دي. هيجي لك العائلات، هيظهر سرحه دي العيله بتاعتها. ماشي، المهم بصوا الشقه الجديده، الشقه القديمه اتاخدت مننا والايجار بتاعها خلص، فجبت الشقه دي. تعال ننزل بقى للجراج بتاعنا، نفتح باكجات في الجراج ولا هنفتح الباكجات فين؟ هو فين اصلا مخرج من هنا؟ اول مره اخش الشقه دي. هنا ايه؟ هنا بننزل هنا نطلع فوق كده الاغلب، يعني ايوه نطلع فوق كده، عامله شبه الشقه القديمه. وديني للجراج، احنا عايزين ادمن يجي يشتري العربيات بتاعت الناس القديمه دي. طب ده مكان حلو لفتح الباكجات، تعالى بقى ايه ندوس ام ونخش على الشوب ونشوفوا ايه الباكجات اللي موجوده عندهم. الباكجات دي غاليه جدا، فاحنا عايزين باكجات رخيصه. دي ب7 تقعد ترول كده، ممكن يجي لك تيشرت. لا فوق ايه؟ ايوه هي دي الباكجات، هي دي الباكجات. ماشي، في عربيات لامبورجيني وعربيات فراري وحاجات حلوه هنا، في عربيات بسكنات كمان ممكن نفتحوها. في اللي هنا اللي اسمها ايه دي، جي تي ار كي والبنيلي. اوه اوه العربيات الجامده دي، طب نفتحه انهم؟ واكيد مش تطلع له عربيه من دي. ممكن افتح دي، ممكن يجي لك العربيات دي كلها، دي او دي، دول غاليين دول غاليين. ماشي خلينا نطلع فوق شويه. ممكن نفتح باكج انه 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 ممكن نفتح الباكج دي، ممكن نفتح الباكج دي برضه، ممكن نفتحها دي. تعال نجرب ونفتحها دي مره، كام في الميه بقى النسبه بتاعتها؟ مش كاتبين. طب يلا نفتحها مره، بسم الله يا رب تطلع. لو طلعت لنا فلوس كتير حلو برضه. كام فلوس؟ اكيد 150,000. حلو قوي، ماشي حلو، طلع لنا 150,000 جنيه يا جدعان. تعال نفتح حاجه تاني، نفتحها هي، تعال نفتحها هي، ممكن لعل وعسى يعني. فلوس برضه متاكد، 100,000 جنيه. طب تعال نفتحها مره كمان، مره كمان، دي اخر محاوله. فلوس برضه اكيد، 400,000. حلو والله، تصدقوا ماشي حلو، جمعنا فلوس حلوه من الموضوع ده. اصلا عربيه ما تكملش 400,000. ممكن نفتحها باكج ايه؟ اسعارها غاليه قوي. ايه ده ايه ده؟ مش شاري انا من هنا، مش شاري انا هفتح باكجات لحد ما العربية تطلع. في الباكج دي ب15، نفتحوها. تعال نفتحوها، في عربيات كتير. دي نسبة 1% انها تيجي، ودي نسبة 5%، ودي نسبة 5%، الباقي 3 و4 و45. ده سعره كام؟ 100,000. 100,000 45% انها تيجي، هتجيلي 100,000 اكيد يعني، ما انا وشه فقري. عيب عليكم. اوبن مور، اوبن واحدة كمان 100,000 بقى صح؟ برضو هفتح واحدة كمان اخيرة. عيب والله، والله عيب، حتى ما تجيليش عربية من 1%، ما 1% اكيد مش هتيجي. طب فلوس اكتر من 100,000، 300,000. الله عليك، انا افتح واحدة كمان، واحدة اخيرة يا رب. 200,000. خلي لكم بقى الباكج ده ايه، كلوه انتوا، انا ماشي. باكج حرامي. في ده ب7، بس العربية اللي فيه مش حلوة اصلا. لا مش عايز، مش عايز، شكرا خليه لك، انا هموت على العربية دي. تعالى نفتح الباكج ده، العربية دي جامدة فشخ ب12. تعالى نفتحه يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. هو لو صوت عربية هيظهر اصلا صوت عربية. فلوس معروفة يعني، واحدة كمان، واحدة كمان يا رب يا رب. فلوس فلوس اكيد، واحدة كمان، واحدة كمان، واحدة اخيرة اكيد. فلوس واحدة كمان، واحدة كمان يا جدعان، معلش معلش، والنبي والنبي فلوس. 150,000، واحدة كمان اخيرة، خلاص اخيرة. عايز عايز عربية يا رب، مش عايز، خلاص مش عايز تاني، شكرا. انا اديتك فرص كتيرة، خلصت لي فلوس. ممكن نشوف دي حلوة دي برضه يا رب. مش هيجي لي اكيد عربية يا جدعان، ما انا وش فقر، هيجي لي عربية اللي في الباكج دي. فلوس صح؟ اكيد يعني، هي بصوت العربيه بقى ظاهر. اسمع، فلوس 150,000 برضه، ادوني مبلغ مقدر. طيب قدروني، مش 150,000، هاتوا 1,000,000. 200,000؟ لا انتوا كده بتستهبلوا بقى. كان في باكج فيه عربيات كتيره، كان في باكج فيه عربيات كتيره، انا الفلوس قربت تخلص اصلا. باكج فيه عربيات كتيره بتاع 3 عربيات، حتى لو طلع لي عربيه كزرة عادي ما عنديش مشكله، بس يطلع لي عربيه مش عايز افتح باكجات وما يطلعليش حاجه في الاخر. اوف حلوه دي، استنى لما نفتحها كده. دي 10 بس رجل. اكيد دي فلوس اكيد يعني، هيطلع لي عربيه ليه؟ ده انا صارف اهو كمان 100,000، احطهم فين دول؟ ماشي ها، 150,000
انت عالم زباله. في البتاع ده الواد قال لي ممكن تفتح منه كمل 100 وتفتح منه. بنفتحه انه باكج فيهم شايف دي حلوه. تعالى ممكن يطلع لي ماسك او اي حاجه من. يلا بينا. ماسك اكيد صح. ماسك كلب. انتوا الكلاب مش عايز حاجه. في تاني؟ لا في تاني. ازاي ما انت بقى مظاهر في 100 اهو. ماشي معانا 145 يا جدعان. ابشروا فلوس هتخلص. ايوه هات الباكج ده او الباكج. هات الباكج ده. احنا فتحنا اللي جنبه ده ما جالناش حاجه. هات ده ممكن يجي هاي. ممكن يا رب هجيلنا 100,000 مثلا صح. عيب عليكم. انا عارف 100,000 برضه صح. ما هي بتبان. عيب عليكم. طب كتر في الفلوس شويه حتى خليني احس ان انا ممكن يطلع لي عربيه. يا رب كلها 100,000 كده. والله انتوا العالم نصاب والنبي اقسم بالله انتوا عالم نصاب. اوف 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 على العربية. يا ساتر يا ساتر يا ساتر. انا افتحوا الباكج يا رب يطلع العربية واحدة. 100,000 ليه يا جدعان؟ مش عايز 100,000. والنبي انا بقلل فرصتي في الفوز. بفتح باكج ب 20. 100,000 برضه يا رب. عربية واحدة. عربية حتى من التلات عربيات دول. في عربيات في فشيخة. عربية عربية والنبي عربية. فاضل لي كام طيب؟ 45 باكجين حرفيا باكجين. هنفتح حاجة وسط. هات دي بست. ممكن نفتحها دي بست. مش عارف كنت بفتحها ب 20. 50,000 وبين واحدة كمان. هنفضل نفتح ده لحد الاخر. خلينا معاه. اوف جه العربية يا جدعان. جه العربية لامبورجيني. هاتها. افتح افتح بكاش كمان. بس دي عربية غالي. مش غالية غالبا بس هنشوف. افتح افتح افتح. اخيرا كسبنا عربية. عمالة تزل على العربية من الصبح. 50,000 ار بي دي 15,000. ايه النتانة اللي انتوا فيها دي يا جدعان؟ قولين كده. اوه معايا 15 بس. افتح افتح. 100,000. افتح واحدة كمان. 100,000. ايوه عارف عارف. فضلش فلوس خلاص. تلاتة. اهو في باكج هنا باتنين. تعال نفتحه. ممكن هيطلع لي فلوس برضه. 5 طب والله كنت حاسس. كنت لسه بقول ماشي. في عربيه نزلت لنا. انا مش عارف ازاي رسبينها دلوقتي. احنا كده معانا 6 مليون يا جدعان. كملنا 6 مليون من الفلوس اللي احنا عملناه. انا عايز بس الجراج ده مش راضي يتاخد. احنا عايزين جراج. طيب تعالى طيب كده نشوف جراج قريب عشان نشوف العربيه اللي احنا جبناها. يلا بينا. اوكي طلع كده من هنا. احنا لو عايزين نشتري جراج في المدينه هنا يعني. فين وريني كده. ده غالبا صح. وير هاوس. وير هاوس ايه الوير هاوس ده؟ تعالى نروح اشوفه كده. ممكن يبقى جراج. اوكي نشوف. اي 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 اوه اوه نايس. حلو قوي العربيه. ماشي يا ساتر. غالبا مش هيطلع جراج هو اصلا. بس انا رايح اشوف. بس الواد ده كسب العربية يا ابن اللعيبة. فتحت كام باكج ده بتاع ايه الوير هاوس ده بقى يا جماعة؟ شيل بس ام السلاح ده اللي انت ماشي انه. يلا خرب بيت امك. تفضح ده من ورا من ورا. اوكي كباريه ده ولا تعملوا ايه هنا يا ولاد الكلب؟ لا 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 دخلنا في مناطق مش عارفينها بقى. ايه ده؟ وطلعت تاني بره. ايه الهبل؟ اه المفروض اروح هنا صح؟ المفروض اشتري وير هاوس. ده بتاع اسلحة؟ ب 10,000 بقى. فينه بقى؟ فين الوير هاوس بتاعي؟ وريني. ده بتاع اسلحة يا عم. انا مش عايز بتاع اسلحة. انا عايز جراج. هعمل بيه بتاع الاسلحة. طلعنا حمو. طلعنا همه من هنا. الجراج غالبا تحت هنا. في اللعبه العاديه الجراجات كانت بتبقى تحت. في حد شال واحد تحت. هو ده جراج بروسري. ده وير هاوس برضه. اوكي ده كروش. في عربيات بتتشال بره عربيتي دي ولا ايه؟ ولا يا ابن الكلب. عايز ايه انت؟ عايز ايه؟ عربيتي لا. عايز اسرع عربيتي. غور يالا من هنا. كان بيبعدها عشان ايه يروح في المنطقه اللي مش امنه ويسرقها. سايبه هي ها؟ فكر مفيش رجاله ولا عربيه. هو انا ضربت عليه نار هاخد بان كده ولا مش عارف. المفروض اخلص عليه. هو اللي كان عامل يعمل عايز يعمل حاجه غلط. ده بقى ايه يدل ان انت ما تامنش لاي حد في الشارع. هو في ايه هنا؟ خمور دي ولا ايه؟ شيل بس ام السلاح اللي انت ماشي بيه. يا عم شيل السلاح يا عم. يا اخويا شيل السلاح يا اخويا. بس كده ازاي نخش من هنا؟ تخش هنا ازاي؟ اه ده كاشير تمام. اه كاشير ده مكنه اي تي ام. طيب اكيد في ام جراج هنا. مين قاعد يرزع في العربيه؟ تعالوا نروح للشركه نشوف الشركه طالبه مننا شغل ايه. انا رايح له تاني كده. رايح الواد اللي ضربته تاني. لا تعالى فكك من الطاوله قدام شويه. على كده مش هروح. امشي. طب استنى قبل ما نروح من اقرب باركنج. كي باركنج يعني. قبل ما نروح نشوف الباركنج. اوف ده بيشد معايا ده سبقني يا ابن العيبه. لبس في الحيط. يلا يا حيوان. كنت عايز اخش كده. اه مش في مستك ده قوي على الموتوسيكل. حلو ده. واحد اتشال بره. ماشي انا عايز الغي الايجار بتاع العربيه اللي انا مركبها دي. ايه ده ما ينفعش. اوكي هي دي العربيه اللي جات لنا. واو لو استدل بوجاتي احلى منها. مش سريعه دي. مش حلو. صوت على الفاضي بس صوتها حلو يعني. بصوا حلوه شغاله بس مش سريعه. عندكم شغل ايه النهارده يا شباب؟ سلام عليكم. اهلا بيك. وانا كل شويه لازم اخش اوفيس. جو تو سيتنج فور فارم. ايه الشغلات التعبانه دي؟ ماشي تعالى ما نصور. كومبليت وان باتل باس تاسك من غير فلاش يا اسطى. ماشي تعالى ما نشوف الباتل باس تاسك بيقولوا ايه. ما في حاجات ما خدتهاش في الباتل باس. انا ليفل 12 اصلا. في حاجات كتيره ما خدتهاش. بيقول لي اصرف بلاي ان اور اني جوس ان ذا ستور. اشتري اي عصير من الستور. طب تعالى نروح للستور نشتري عصير. كده نكون خلصنا مهمه من مهمات الباتل باس. يا اولاد الكلب عربيتي.
انزل يلا نسال على طول. هم دول اللي كانوا عايزين يسرقوا العربيات. اوعى يلا هندب هندب هندب. هم ايه معلقين معايا انا؟ قال لك هلبلو فين يا عم الستور؟ اهو هنرد دول عليهم حاجات ناخد ال 10000 دول احسن من بلاش. ولا سوري يا اخويا صوتش انت اللي جاي في وش عربيتك ضخمه الصراحه. اوكي اهو فين. سلام عليكم يا معلمي، عايزين 5 عصاير من عندك لو سمحت. وريني العصاير اللي عندك. ازيك وريني العصاير. انا هخلص كل العصير اللي عندك. ايه ده عندك ورد؟ فين عصير؟ عصير فين يا اسطى؟ في ترابيزه بلياردو يعني. مفيش عصاير عندك؟ ما تعرفش حد بيبيع عصاير هنا؟ نطلع بره نشوف كان مكتوب ايه اصلا. ما تقوليش ان هم تاني. هم مالهم بيا يا جدعان؟ عايزين مني ايه؟ عارفين المكان ازاي جدعان؟ جدعان يا ولاد الكلب، يا ولاد الكلب، يا ولاد الكلب. والله حق ما هسيبه، بيتكتروا عليا ده كله عشان انا عربيه لسه كاسبها. والله حق ما هسيبه يا ولد. ماشي افتح لي الباب. انا ميت فين؟ انا ميت هنا اقسم بالله. حق ما هسيبه. لو هاجر عربيه ب 11000 من دول واروح لهم هروح لهم. بس كده اركب يلا يلا تعالى الموت. استنى بس نروح ناخد حقنا ونيجي. طيب فين ولاد الكلب؟ راحوا فين؟ ماشي اه يا ابن ال... يا ابن ال... هو هنا عشان حته عصابات كده صح؟ ماشي معايا ميدكت ممكن اصحي ده. مش عارف معايا ميدكت ولا لا. معايا ميدكت يا ابن والله كنت عايز اصحي الولا. اقسم بالله كنت عايز اصحيه يا عم. ماشي المنطقه دي كلها عصابات بيضربوا بعض وبيفشخوا بعض بس عامل عليها كماشه ولا ده. اه ماشي.